خلينا نروح للنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك. أهلا بس حضرتك فندم. أهلا بيك. يعني حضرتك يمكن متابع معنا الحوار اللي احنا بدأناه من النائب طارق رضوان ثم طبعا. النائبة نانسي نعيم. يعني كيف ترى هذه الأزمة فندم، وتقييمك ليها إيه؟ هو الحقيقة طبعا هو فيها شق قانوني وفيها شق مخالفة للميثاق الأخلاقي الإعلامي وللمجتمع المصري. الشق القانوني وهو هناك سب صريح لقطاع كبير جدا من شعب مصر وهو صعيد مصر، سب صريح للمرأة المصرية السعودية، إهانة وتحقير، دي أمر لا يقبله يعني أي مجتمع، وبالتالي أيضا لا يقبله القانون لأن القانون يعاقب حتى على التحقير. وحتى لو كان بغير قصد طبعا، يعني احنا يعني أكيد مقدرين أنه هو لا يمكن أن يسيء إساءة عمدية، ولكن لأنه هذا الأمر أن يسيء إساءة عمدية يعني هذا أمر يعني لا يمكن تقبله تماما. يعني احنا عشان نخفف من حدة التوتر ده، لا شك أن هذا الأمر خطأ غير يعني عمديا وعفويا، ولكن هذا لا يليق ولا يمكن أن يصدر من إعلامي له خبرة وله تاريخ في مجال الإعلام، وأنه هذا الأمر لا شك أنه أغضب الجميع. لم يغضب أهل الصعيد فقط، بل هو أغضب جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. صحيح. لأنه فيه افتراء، يعني ليست هي حقيقة مثلا وهو يعني تجلت على لسانه، لا، ده فيه تجني وافتراء على صعيدات مصر. وهو تناسى انه رائدات التنوير في مصر كانت من الصعيد، ولابد ان احنا نرجع تاني بتاريخ الصعيد في التنوير. لا ننسى هدى شعراوي، لا ننسى نعمات احمد فؤاد، لا ننسى المخرجه انعام محمد علي، كل ده من الصعيد. لا ننسى المستشاره تهانيك جبالي، سيدات، دول سيدات الصعيد، رائدات التنوير. لا تهانيك جبالي ريف، يعني تهانيك جبالي من الغربيه. لا يا فندم، ملاوي. طيب ماشي. يعني عاوز اقول لحضرتك احنا عندنا في مجال الفن وعندنا يعني في كل ده من اهل الصعيد. فعندنا طبعا يعني عالمنا الكبير طه حسين، عندنا كل ده من الصعيد. يعني عاوز اقول لك انه الصعيد ده الاصاله والعراقه والقيم والاخلاق، ولابد ان هو يعلم هذا جيدا. احنا اي نعم الصعيد مر بعصور مظلمه، لكن خلاص احنا جينا النهارده في نهضه في الصعيد على يد الرئيس السيسي لم يسبقها نهضه من قبل. النهارده التطوير والنهضه يعني خلاص دخلت في اعماق الصعيد مثل اوجه البحر كلها. صحيح. يعني احنا النهارده يعني النسبه الاكبر من المراكز والقرى في المرحله الاولى من حياه كريمه اللي هو تطوير الريف معظمها في الصعيد. المستشفيات الجديدة دلوقتي كلها، شوف مستشفيات الأورمان كلها بتاعت سرطان الأطفال وكلها في الصعيد دلوقتي. الاتجاه العام دلوقتي ازاي نهضة الصعيد وتنوير الصعيد، حتى المراكز الثقافية. يعني دار الثقافة، تعال شوف دلوقتي دار الثقافة في الصعيد دلوقتي بقى فيها نهضة. النهاردة الصعيد ما بقاش صعيد بكلمة صعيد. لأ، وبالتالي هذا الأمر لا شك أنه يخضع تحت طائلة القانون، لأنه ده يشكل جريمة سب معاقب عليها في القانون. هذا بخلاف طبعا مخالفة الميثاق الإعلامي والميثاق الأخلاقي، ده أمر طبعا يحتاج إلى وقفة، وبرضه يحتاج إلى وقفة من جانب البرلمان المصري. إحنا كنواب لنا وقفة تعبيرا عن غضبنا عن ما قيل، لأن إحنا نواب الصعيد ولا يمكن ان نقبل اهانه لاهل الصعيد، اهلنا نواب الصعيد ونواب مصر كلها. يعني انتوا عبروا عن مصر كلها، ولكن انا اعبر عن مشاعر. يعني اعبر عن مشاعر اهل الصعيد اللي هذه المشاعر جرحت.
يعني كل واحد صعيدي يقيم في صعيد مصر حس بإهانة، صحيح. وهذا الأمر، هذا الأمر لابد أنه يعالج، ويعالج بحكمة، وللقانون له كلمته، صحيح وللبرلمان له كلمته. صحيح، أنا معك تماما فيما تذهب إليه سيادة نائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.